أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، أن التقدم الذي تحقق في قطاع سباقات الخيل بمملكة البحرين يتطلب مواصلة تعزيز البنية التحتية وتطوير مشاريع التنمية المرتبطة بمرافق القطاع، بما يعزز من دوره في تحقيق التطلعات المنشودة وفق الرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في قصر الرفاع اليوم، حيث اطلعت الهيئة العليا على التقرير المرفوع من الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، والذي يتضمن رفع تصنيف كأس جلالة الملك المعظم لسباق الخيل إلى المستوى الدولي الثالث، بالإضافة إلى رفع تصنيف كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق الخيل إلى المستوى المصنف للاستعداد على النطاق الدولي. وأشادت الهيئة بهذا التصنيف الجديد والذي يشكل إنجازا دوليا جديدا. كما اطلعت الهيئة على رزنامة موسم السباقات 2024-2025، وأقرت عددا من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز مكانة النادي كوجهة دولية مميزة في سباقات الخيل. وخلال الاجتماع رحبت الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بانطلاق السباقات الليلية لأول مرة في تاريخ المملكة في الموسم المقبل، وذلك بعد الانتهاء من مشروع إنارة مضمار السباق. وأضافت الهيئة أن السباقات الليلية ستسهم في جذب المزيد من المشاركين الدوليين. وخلال الاجتماع أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء والرعاة الذين يواصلون دعمهم للنادي، مؤكدة أن هذا الدعم يلعب دورا مهما في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية لسباقات الخيل. وفي هذا الإطار أشادت الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بكافة الجهود التي أسفرت عن زيادة عدد السباقات للموسم الجديد إلى 30 سباقا، ما يعكس التوسع الكبير في جدول للسباقات المحلية والدولية. كما اطلعت الهيئة على التوسع في بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل والتي ستشمل 12 شوطا. وفي ضوء سعي النادي لتعزيز الانتاج المحلي للخيل، اطلعت الهيئة على مستجدات اطلاق بطولة نجوم المستقبل المخصصة لجياد الانتاج المحلي، والتي ستتألف من 6 اشواط موزعة على 3 جولات، وتهدف الى تشجيع الملاك البحرينيين على تطوير قدراتهم وانتاج المحلي. كما اطلعت الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على عدد من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين مرافق النادي، بما في ذلك تطوير المنصة الرئيسية في مضمار السباق. كما ناقشت الهيئة آليات تعزيز الفرص الاستثمارية في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. وأعربت الهيئة العليا للنادي عن تمنياتها للجميع بالتوفيق في الموسم الجديد الذي سيبدأ يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل، وذلك عبر السباق الافتتاحي على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة، وذلك تكريما لعطائه الكبير في مسيرة النادي. ومن المقرر أن تستمر السباقات الأسبوعية حتى السباق الختامي في 18 من شهر أبريل العام المقبل.